ناصر الشامسي، كابتن فريق غنتوت. بديت لعبة البولو تقريبا سنة 1996 لما طلعنا عملنا فريق مواطنين شكلناه لنلعب خارج الدور أو نتدرب نبدأ البولو خارج الدور في إنجلترا. فبدينا لمدة شهرين معسكر خارج الإمارات، فبعد شهرين رجعنا على الإمارات على غنتوت، نادي غنتوت، وبدينا بطولات محلية. مسك نادي غنتوت رئيس نادي غنتوت سمو الشيخ فلاح بن زايد في بداية التسعينات. نادي غنتوت يتكون من تقريبا 8 ملاعب للبولو وتقريبا 8 اسطبلات للخيول، قسم للبريدنج للتوليد الخيول، خيول البولو، وعندنا أكثر من مضمارين أو ثلاثة لتدريب الخيول في الصباح وفي المساء، وعندنا مدرسة بولو، وعندنا أكثر من 3 ملاعب ليلية فيها إنارة ليلية، وهو المميز في نادي غنتوت تقريبا الأول في العالم اللي هو تقدر تلعب في النهار وتقدر تلعب بالليل. نحن هني الصباح يوميا تقريبا الصباح والمساء ندخل داخل نشوف الاحصنه هل هي شربت الماي وكلت الاكل اللي حاطين لها اياها من امس، ونطلع الاحصنه طبعا ونستمر بالجدول او البروجرام اليومي. نرجع مره ثانيه العصر نتدرب مع الاحصنه ونلعب مباريات او تدريب في الملاعب، ونرجع مره ثانيه في الاسطبل ونتم مع الاحصنه لحد تقريبا الساعه 7 او 7 و8 المساء نكون في الاسطبل مع الاحصنة. لاعب البولو طبعا عشان يكون عنده لياقته مستمره ودائما يكون فت، اهم شيء عنده طبعا انه دائما يكون مستمر في الركوب في الرايدنج، حتى لو ما في بيلعب بولو على الاقل لو بيركب خيل، يركب خيل يستمر في ركوب الخيل، ما يقطع ركوب الخيل حتى لو في بدك او في تمرين، ويطلع مع الاحصنه يدربهن. الخيل واللاعب لازم يكونون نفس اللياقه، ممكن اللاعب يكون عنده لياقه والخيل ما عنده لياقه، فمع بعض الخيل واللاعب لازم يستمرون في التدريب الا في وقت الاوف سيزون طبعا يكون تمرين خفيف للخيول. Pancho just sends this one up now on the near side. Nacho picks it up. Doe just manages to regain that one there. Looks over shoulder to see where Zavaleta. لازم اللاعب يفهم الحصان. اللاعب يعرف الحصان إذا تعب أو لا. إذا كان متواجد معاه على طول. طبعاً الصباح والمساء لازم أنت تكون مع الحصان. تشوف الحصان لما يتدرب. تشوف الحصان لما يأكل. اللاعب هو اللي يعرف الحصان إذا هو عنده إصابة أو يكون مزاج الخيل في يوم من الايام مش مجازي انه يلعب، يعني يمكن ما يلعب لك مباراه ما يؤدي نفس الاداء اللي مؤدي لنا من اسبوع او من المباراه اللي طافت. احنا عندنا في نادي غنتوت اقل لاعب عنده تقريبا من 10 ل 12 خيل يلعب فيها الموسم كامل، فهو يعمل له بروجرام او كالندر حق الخيول اللي هي بتلعب اول موسم وتلعب ثاني عشان تستمر معاه تلعب معاك 6 اشهر. لعبة البولو علمتنا طبعاً نحن كلاعيبة وكناصر الشامسي على الإصرار، حتى لو النتيجة خسران في لآخر ثواني ما يفقد الأمل.